الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن تظله الملائكة بأجنحتها، وأن يجعلكم ممن تتنزل عليها الرحمات ويغشى بالسكينة وتحفه الملائكة ويذكركم الله في من عنده. وبعد، كنا قد ابتدأنا فيما مضى بتدارس كتاب الجمعة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فلعلنا أن نواصل ما ابتدأنا به، ولعلنا أن نختم كتاب الجمعة في هذا اليوم المبارك. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. في هذا الحديث المنع من الكلام في أثناء خطبة الجمعة، ولو كان بطلب الإنصات من الآخرين، وفيه أن أجر المصلي ينقص بلغوه وبحديثه في أثناء خطبة الجمعة. قد ورد في حديث أن من لغى فلا جمعة له، ولكن كثيرا من أهل الحديث يضعفون هذه الرواية. وفي الحديث أن بعض الناس قد يسلك طريقا يظنه من طرق مرضاة الله، ويكون الأمر بضد ذلك، مما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يلتزم حدود الشرع في أعماله. وفيه أنه قد يقدم الإنسان على ما يظنه من الأمر بالمعروف فيكون منكراً محرماً ممنوعاً منه في الشرع. وجرى بحث بين أهل العلم في من استنصت الناس بحركته دون لفظه، هل يدخل في الحديث فيكون منهياً عنه، أو يكون من الأمور الجائزة؟ والأحاديث إنما نهت عن الحديث والكلام حتى ولو كان بطلب الإنصات، ولم يرد فيها نهي عن الحركة التي تؤدي إلى تحقيق مقصود الشارع. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. قال: وأشار بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. قلنا: يقللها يزهدها. في الحديث أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة تختص بالإجابة، مع أنه قد ورد في النصوص وعد من الله أن من دعاه أجابه، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يخص وقت الإجابة بساعة أو بوقت محدد، فكيف يجمع بينهما؟ قال طائفة بأن الإجابة التي تكون في ساعات الإجابة تكون بتحقيق ما طلب بعينه، والإجابة التي تكون في غيرها قد تكون بذلك، وقد تكون بجلب خير يماثله، أو دفع شر يمازجه، أو بإدخار أجره وثوابه إلى يوم القيامة. وقال آخرون
بأن آيات الإجابة مخصصة بمن وجدت فيه شروط الإجابة، مثل المطعم الطيب، ومثل ما يكون من التضرع والخشوع من الداعي ونحو ذلك. وأما ساعات الإجابة فإنها تتضمن إجابات الدعاء ولو لم يكن الداعي ممن وجدت فيه صفات الإجابة. وعلى كل فإن الشارع قد أخفى هذه الساعة من أجل أن يزداد نشاط الإنسان في الطاعات، وليتعلق قلب العبد بربه سبحانه وتعالى. وقوله هنا ساعة، اختلف أهل العلم في هذه الساعة أين هي، وقد حكى طائفة من أهل العلم أقوالا عديدة في هذه الساعة أوصلها العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى إلى 40 قولا، وقال بأن أرجح هذه الأقوال قولان. قول يقول بأن هذه الساعة وقت خطبة الجمعة، وقول يقول بأنها في آخر ساعات النهار. وعلى كل الشارع قصد إخفاءها فنقول هي كذلك، ومن ثم لا حاجة لنا في أن نبحث في تعيين هذه الساعة. ومن قال بأنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، مع أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، وفي الحديث قال وهو قائم يصلي، قيل بأن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل المراد بالصلاة هنا انتظار الصلاة، فإن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث تقييد هذه الدعوات بأمور الآخرة، بل قد جعل الحديث هذه الدعوات عامة بما يشمل دعوات الدنيا ودعوات الآخرة. والعبد المؤمن لا يحصل على أجر أخروي في الدعاء إلا إذا قصد أجر الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك إذا دعوت حتى ولو دعوت بأمور الدنيا فلا يكون مقصودك مجرد الحصول على ما تطلبه، وليكن مقصودك أن ترضي الله بهذه الدعوات وأن تنال بها أجراً أخروياً. ولذا قال جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقوله يسأل الله شيئا نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة تشمل جميع ما يطلبه الإنسان، لكن ورد في بعض روايات البخاري قال يصلي يسأل الله خيرا فخصه بالخير. وفي الحديث العمل بالإشارة وجواز أن يظهر الإنسان المعاني التي يقصدها بواسطة الإشارة، ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة يلمح فيها بهذه الساعة وأنها قليلة المقدار. والساعة هنا لا يلزم أن تكون مثل الساعات التي نعرفها اليوم، فقد تكون أقل وقد تكون أكثر. وظاهر قوله يقللها يزهدها
أنها أقل، أن الساعة أقل من الساعات التي نستعملها اليوم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فانفض الناس فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله أقبلت عير يعني قافلة تجارية على الإبل، وقوله تحمل طعاما يظهر منه أن المدينة كانت في ذلك الوقت في وقت أزمة وشدة، ولذا خرجوا لشراء الطعام قبل أن ينفد. وفي الحديث مشروعية اجتماع الناس لصلاة الجمعة خصوصا مع الإمام الأعظم ومن له فضل، وفي الحديث أنه لا يجوز تقديم أمور التجارة على الواجب على العبد من الصلوات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتاجر في أوقات الصلاة. وفي الحديث استدل بالحديث جماعة على صحة صلاة 12 رجلا في صلاة الجمعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بهذا العدد، وقال آخرون إنما تصح كذلك إذا كانوا قد اجتمعوا أكثر من 40، ولو قدر أنهم تفرقوا بعد ذلك. وذهب طائفة إلى أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة، تصح بثلاثة. وفي الحديث التحذير من اتباع اللهو إذا ترتب عليه ترك فريضة شرعية. وفي الحديث الإشارة إلى أن الخطيب يخطب قائما في خطبة الجمعة لقوله وتركوك قائما. أحسن الله إليكم. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وكانت فينا امرأة عجوز تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، كنا نغرسه في أربعائنا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة حبات من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنزورها فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، والله ما فيه شحم ولا ودك. وكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة: وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله في هذا الحديث كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فيه الاجتماع لأداء صلاة الجمعة، فيه أداؤها مع الإمام الأعظم. قوله ثم تكون القائلة، القائلة نومت الظهيرة. وقوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كانوا يقيلون قبل الزوال، وفي يوم الجمعة يقيلون بعد الزوال. قد استدل أحمد بهذا الحديث على جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، والجمهور على أن صلاة الجمعة لا بد أن تكون بعد الزوال. قال الإمام مالك: لا بأس أن تقدم الخطبة قبل الزوال، ولكن تكون الصلاة بعد الزوال. وقوله ولا نتغدى إلا نطعم الطعام، وكانوا يطعمونه قبل الزوال.
قال: وكانت فينا امرأة عجوز أي كبيرة في السن تجعل على أربعة، يعني على الساقي الذي يجري فيه الماء في مزرعة لها سلقة، نوع من أنواع النبات أقرب إلى الشعير، أقرب إلى الشعير. كنا نغرسه في أربعائنا، أي نجعله في جداول المياه. وفي هذا جواز الزراعة وجواز الغرس وجواز أن يأكل الإنسان من ثمرات زراعته. قال: فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق، يعني ساقه الذي ينبت عليه، فتجعله في قدر، يعني تطبخه، ثم تجعل عليه قبضة حبات من شعير تطحنها. وفيه جواز أكل الشعير وأنه يطحن ويضم مع غيره. قال: فتكون أصول السلق عرقه، أي أنها تشد منه. قال: وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنزورها، أي يزورون هذه المرأة العجوز. قال: فنسلم عليها في كل جمعة، ويبدو أنها كانت من محارمهم. قال: فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه. فيه جواز أكل الشعير وأكل السلق، وفيه أيضا لعق الطعام بأن يكون بأصبع أو أصبعين. وقال: وكنا نتمنى يوم الجمعة، فيه تمني الفوائد الدنيوية، وأنه لا حرج على الإنسان فيه، فإنهم كانوا يتمنون يوم الجمعة من أجل أن يأكلوا هذا الطعام الذي تضعه هذه المرأة. قال: وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. قال: والله ما فيه شحم، الشحم ما يقابل اللحم في الحيوانات، ولا ودك وهو السمن الذي يؤخذ من الشحم أو من غيره. قال: وكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة، يعني أنهم لا يقيلون إلا بعد الجمعة. قال: وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي الحديث تسليم الرجل والرجال على المرأة، تسليم النساء على الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في كتاب صلاة الخوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاء أولئك فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام قد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام،
فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات، وجعل ذلك ركنا من أركان الإسلام. قد كان الناس في أوائل زمن النبوة إذا شغلهم شاغل عن الصلاة كالخوف أخروا الصلاة، في يوم الخندق أخروا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لم يصلوها إلا بعد العشاء. ثم بعد ذلك نزلت مشروعية صلاة الخوف، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. وحينئذ أمر الناس أن يحافظوا على الوقت، مما يدل على أهمية المحافظة على الوقت في الصلاة. ووردت صلاة الخوف بصفات متعددة، والسبب في هذا أن أحوال العدو مختلفة، فمرة يكونون في جهة القبلة، ومرة يكونون في ضدها، ومرة يكون على أهبة الاستعداد، ومرة لا يكون كذلك. وبالتالي فشرعت كيفيات متعددة بحسب حال العدو. ومن هذه الكيفيات ما لو كان العدو أمام المصلين، كما في هذا الخبر. قال ابن عمر: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الجهاد مع الإمام. قال: قبل نجد، أي من الجهة التي فيها نجد، ونجد في الأصل يراد بها الأرض المرتفعة، الأرض المرتفعة. قال: فوازينا العدو، أي كنا في مقابلته وتجاهه، فصففنا لهم، أي كنا صفوفا مقابلين لهم من أجل ألا يطمعوا في المسلمين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، أن يكون إماما، فيه مشروعية صلاة الجماعة في وقت الخوف عند مقابلة العدو، مما يدل على تأكيد الأمر بالصلاة في حال الأمن، وأن الواجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات مع الجماعة. قال: فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، معناها أن العدو كانوا في جهة القبلة. قال: فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا، فجاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعتين الباقيتين. الإمام يصلي بأربع وهم يصلون على ركعتين ركعتين، وقد قسم الجيش إلى قسمين. فهذه إحدى كيفيات صلاة الخوف. قال: وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجدوا سجدتين ثم انصرفوا، ما يدل على أن هذه الأفعال من ركوع وجلوس وسجود أركان في الصلاة. قال: فقاموا في مقام أصحابهم، أي ذهب الأولون وجاءت الطائفة الأخرى مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاء أولئك فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة قد تضمنت سجدتين ثم سلم، وهم حينئذ قاموا بالإتيان بالركعة التي فاتتهم. ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم،
وقام أولئك الأولون فقضوا ركعتهم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال نافع وهو مولى ابن عمر: كان ابن عمر إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة معه، فيصلي بهم الإمام ركعة، ويكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه الركعة الثانية، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الفئتين أو الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، أي يتجه جهات المأمومين، فيكون كل واحد من الطائفتين صلى ركعتين. قال: فإذا كان خوف أشد من ذلك، يعني لا يستطيعون أن يصطفوا وإلا لتمكن منهم العدو، فحينئذ يصلي كل واحد منهم لوحده، يصلون في رحالهم قياماً على أقدامهم أو ركبانا بشرط أن يكونوا من مستقبل القبلة. قال: مستقبل القبلة أو غير مستقبل، لأنه في مبارزة وفي معركة، وبالتالي كلما تذكر صلاته قال الذكر الذي وصل إليه. نعم. صلى الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا. في هذا الحديث المحافظة على نظم الصلاة حتى في أشد الظروف، وفي الحديث أن تكبير المأمومين يكون بعد تكبير الإمام، وفي الحديث أيضا مشروعية بداءة الصلاة بالتكبير، وقد قال بوجوبها الجمهور خلافا للحنفية. في الحديث المحافظة على نظم الصلاة في وقت الخوف، وفي الحديث أيضا تبادل الأدوار بين أفراد الجيش الواحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قوله في هذا الحديث لما رجع من الأحزاب، الأحزاب هي غزوة الخندق، قد وقعت في السنة الخامسة، وهي التي غير الله بها ميزان القوى، وبعدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نغزوهم بعد اليوم ولا يغزونا. وقد اجتمعت قبائل العرب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر لهم الخندق، وتمالأ اليهود لينصروا هذه القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحالفوا معهم ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو قريظة قبيلة من قبائل العرب التي تهودت. وقال لما رجع من الأحزاب، أي لما تفرقت قبائل العرب وأرسل الله إليهم الريح الشديدة التي فرقتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أي في مكان سكنهم. قال: فأدرك بعضهم العصر في الطريق،
يعني جاءهم وقت العصر وهم لا زالوا في الطريق، فحينئذ قال طائفة نلاحظ اللفظ فلا نصلي إلا في بني قريظة ولو لم نصل إليهم إلا بعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وقال آخرون بأنه لم يرد ذات اللفظ وإنما أراد المعنى بالإسراع إلى بني قريظة، وبالتالي صلوا في الطريق، صلاتهم في الطريق على دوابهم، لم ينزلوا من دوابهم. حينئذ في هذا دلالة مشروعية الاجتهاد حتى في زمن النبوة، وفي هذا من الفوائد ذكر ما يقع على الناس على أصحاب العلم ليبينوا حكم الله في أفعالهم. واستدل بعض الأشاعرة بهذا الحديث على أن كل مجتهد مصيب، وهذا الاستدلال خطأ، فإنه قال في الحديث فلم يعنف، فلم يعنف معناه أنه لم يؤثم المخطئ، لكن إحدى الطائفتين على خطأ، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يتوجه التعنيف وبالتالي لا يأثمون على هذا الفعل. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يبارك فيكم ويوفقكم لكل خير، وأن يتولى المسلمين بحسن عنايته، وأن يجعلهم متمسكين بدينهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.